كيفك منيح؟ أنا كتير اشتقت لك، وأنا بعرف إنه أنت عم تشوفني من السما يا بابي، وأنا كنت بقلبي في الدار. بحييتك رحت الدار. كتير اشتقت لك، وأنت بس عم تشتاق لك، أنت بالسما فوق، بعرف وعملت أكسيدون. من الاكسيدون بس عندك انت هلا مليك كتفه ضيقين على التابوت، لانه الدنيا كلها ما كانت سيارته قبل. كتفه ضيقين على التابوت بس ولبس بدله كتير حلوه، والله العظيم والله وحيت عيونه وغربت ولادي وحرقت قلبي عليهم. اذا بتحطوا له الميكرو بايده بتحسي بده يغني، بده بس يغني. ما زلتوا ايديه لو حطيتوا له ميكرو بايده والله العظيم كنتوا جنيتوا. مسكر نومي تغزلين وفتحت امه. بابا انه بس يكون في نمل يا نادين، شو بتحطي لهم يا بابا؟ بتحطي لهم سكر يا بابا وبيفلوا لحالهم يا بابا. حرام نقتل النمل يا بابا. ايه بس الدولة مش حرام تقتل لي خيي يا بابا. لما بده يحط بلوك بالطريق بده يكون عارف حاله هالبلوك حطه ومطمن باله انه الناس ما رح تموت. هالبلوك بلون الارض والسيارات كلها في ماي والمنطقه مقطوعه الكهرباء فيها والطريق طريق نزله ميت 20 واحد هونيك وما حدا انتكش بالموضوع. ليه؟ لانه منن اعلاميين، منن فنانين، منن معروفين. طلع جورج الراسي اليوم فاد العالم، ما هيين صاروا يصلحوا الطريق. لازم يموت جورج الراسي اللي مكلفني دموع عيني، الولد اللي 39 سنه بقي ببيتي ضيف ملاك ولا اذا حدا بحياته. خلي انسان يجي لعندكم او لعندي يقول لي انا جورج اذاني بكلمه. هيك يروح ابني على الطريق كرمال شغله سخيفه مثل هاي؟ ما بيصير هيك، ولا تلزيقه ولا فرشيه بويا ولا ما بيصير يا خيي. حطوا تراب قدام البلوك لحتى بالقليل تضرب السياره وما تموت اللي بقلبها. هيدا اللي حاطط البلوك لازم ينحط بالحبس كل عمره، لانه قاتل كذا شخص قبل جورج عم ينام عم خدته ويموت العالم هوني. قبل جورج في اربع اكسيدانات صاير. انا المره اللي حكتني اربع ورايح قتلها طبعا. في مرة دقت لي قالت لي ما تزعلي مني يا نادين، بس ما علي جورج مات. قلت لها ايه؟ قالت لي فيي اقول لك شغلة؟ قلت لها شو؟ قالت لي يا ريت جورج مات قبل بنتي، لأنه لو جورج مات قبل بنتي كانوا حطوها وكانت بنتي ما ماتت. في أعظم من هيك؟ معقول؟ محبة معقول؟ محبة للشعب اللبناني كتر خيره. ما بدي شك على حدا ولا بدي أطلب حق من حدا ولا بديش حد من ابني. ربنا راد انه يصير معه هيك. بدي اقول بس انه هالانسان يصحى ضميره ويصلح الطريق اذا امكن. ومعلش ما يربحوا جميلة العالم تصلح الطريق، ما بتكلف شيء الطريق. يشيل صخرته عن الطريق بتصير مثل اوتوستراد جوني مخبط بالجوار.